أصل كلمة بيتزا قيلت لأول مرة في عام 997 وهي تعني فطيرة. وفي القرن السادس عشر استخدمت عجينة البيتزا بنابولي الإيطالية لاختبار درجة حرارة الفرن قبل استقبال الخبز، واعتبرت أكلة الطبقات الشعبية. وفي القرن الثامن عشر أضيف إليها صلصة الطماطم كوجبة لسد الجوع. وعندما زار ملك صفوة أمبرتو الأول مدينة نابولي الإيطالية، طلبت زوجته الملكة مارغريتا أن تأكل الوجبة المفضلة لدى عامة نابولي، فأعدوا لها طبقاً خاصاً زين بألوان العلم الإيطالي، الأحمر بالطماطم والأخضر بالحبق والأبيض بجبنة الموتزاريلا، فحمل الطبق اسمها، ومن هنا كانت البيتزا المارغريتا. وفي نهاية القرن التاسع عشر عززت البيتزا الهوية الإيطالية من خلال جماعات المهاجرين الإيطاليين إلى الولايات المتحدة وفرنسا. وفي الحي الإيطالي بنيويورك افتتحت محال البيتزا عند بدايات القرن العشرين. وفي فرنسا شيد أول فرن للبيتزا في عام 1903 في حي المرفأ القديم بمرسيليا. وفي عهد الجمهورية الثالثة بفرنسا أدرجت البيتزا على لوائح المطاعم. ومع انتهاء الحرب العالمية الثانية ودخول الجنود الأمريكيون إيطاليا، اكتشفوا البيتزا من جديد وأعلوا مكانتها، وزاد انتشار البيتزا في الخمسينيات من القرن العشرين، حيث نشأت في الولايات المتحدة سلسلة مطاعم بيتزا هات ودومينوس بيتزا، ثم تلا ذلك ظهور خدمة الدليفري، وأصبح يقدر استهلاكها في السنة ب30 بليون طبق سنوياً، أي أن الواحد من سكان الأرض يأكل البيتزا 5 مرات في السنة.